قول الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. من فوائد هذه الآيات الكريمات ما يلي: أن الله عز وجل نفى عنهم ما فيه راحتهم الظاهرة والباطنة، فالظاهرة البرد والباطنة الشراب. فلا يذوقون بردا يلامس أبدانهم ولا شرابا يبلغ بواطنهم، فيكون أهل الجنة على خلاف هؤلاء، يصل إليهم البرد والشراب. ومن الفوائد أن الله عز وجل لما نفى عنهم الراحة الظاهرة والباطنة قد يظن بأنهم في عافية، فقد يمنع عن الشخص الخير فيكون عليه ضرر، لكن لو منعت عنه الخير وأوصلت إليه الشر ضرر على ضرر. فهو جل وعلا لما نفى عنهم البرودة الظاهرة والباطنة عاقبهم بالحرارة الظاهرة والباطنة، أي في الحميم في سورة محمد: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، هذا في الباطن الظاهر، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ومن الفوائد أن البرد ليس في جميع أحواله نائما، فإنه إذا زاد عن القدر صار عذابا، كما هنا قال: غساقا، غساق شديد البرودة، فيكون هو الزمهرير، فيجتمع عليهم عذابان من ضدين: شدة الحرارة وشدة البرودة، وهو المسمى بالزمهرير. ولذا أهل الجنة لا يجدون حارة مزعجة ولا برودة مزعجة في صورة الإنسان، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.